السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرقى مسا عليكم يا غاويين المملكة. عندي طريقة احترافية جدا جدا جدا، شوفوا أهو دي بيضة أهي 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 أهو يا غاوي أهو، عشان ما تقولش يا فا أي حاجة أهو أهو ده بيضة أهو أهو. طبعا انا عندي تفريخ صيصان بقاله يومين ثلاثة، عندي تفريخ صوص بقالنا يومين ثلاثة، تمام اهو. طيب شوفوا اهو، طبعا انا ما انصحش حد يعمل كده. ليه؟ ليه؟ علشان هينزف منك، هينزف من اهو كتكوتة اهو اهو. انت لو عملت كده هينزف من اهو كتكوتة اهو 100%. طيب نجرب واحد تاني، نجرب واحد تاني اهو. اهو ده حاجة تانية اهي، البيضة اهي اهو. اهو دي صوص، انا عندي تفريغ بقالنا يومين ثلاثة اهو. اهو يا غاوي، طيب جرب واحد تاني اهو. اصحى يا غاوي ومتع نظرك اهو، ده طريقة احترافية، بس مش عايزك تعملها. ليه؟ لازم الواحد اهو ده، لو انت فتحت له انت هيغرق الحتة منك خالص، هينزف منك وهيموت منك اهو. طيب هعدي عليهم ساعتين ثلاثة وهرجع عليكم تاني، اوريهم لكم بعد ساعتين ثلاثة، ورجعت لكم مرة تانية يا غاويين المملكة اهم. ده طبعا بعد نص ساعة، لسه ما نشوفوش اهو اهو، ده بعد نص ساعة اهو بدأوا بس ايه، شدوا حيلهم كده، شدوا حيلهم كده تمام. هرجعهم تاني الماكينة وهفرجهم لكم بعد ما ينشفوا خالص، اوريهم لكم. ورجعت لكم مرة تانية يا غاويين المملكة بعد تقريبا 8 ساعات اهو، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. اصحى يا غاوي برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنساش تدعمنا بلايك. أرقى مسا عليكم يا غاويين المملكة.